السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم جديد في القناة شروحات بالدارجة. إلا كنتي أول مرة كتشوف القناة ما تنساش دير لنا واحد الاشتراك في القناة، تفعل الجرس باش أي فيديو تحت في القناة توصلكم على شكل إشعار في التليفون ديالكم، وشير لايك الفيديو إلا عجبكم. بالنسبة للطريقة ديال إعادة الجيران نشرحها لكم دابا النت غير في التليفون ديالك. بالنسبة للطلبة القدام اللي كيقراو في جامعة مولاي إسماعيل راه تحت واحد الإعلان خاصكم ديروا إعادة التسجيل. طريقة التسجيل راه سهلة، كديرها غير راسك أو التليفون ديالك بلا ما تمشي مستقبل ولا، واللي مهتم يتبع معايا الفيديو. اول حاجه غدير غتمشي لشي متصفح عندك في التليفون ديالك كيف ما كان، كتجي لهنا في الخانه ديال البحث في جوجل، كتكتب واحد الشريطه هكا تسجيل، صافي كتب التسجيل غيطلع لك هذه هاك، كليك عليها. الرابط الاول اللي غيطلع لك كليك عليه. مزيان، اول مشكل كيطيحوا فيه الطلبه فاش كيبغيو يدخلوا لهذا لاسيت كيطلع لك على هذا الشكل. اش غديري يا اخي؟ غتجي لهنا غتمشي تكليكي على بارامتر افونس اعدادات المتقدمه، ادي المواصله الدخول الى هذا الموقع تسجيل با ايميل با اك با ما، كليك عليها. ان فوا دوز تقريبا شي 3 ثواني غيديك نيشان للسيت ديال التسجيل واعاده التسجيل. هو هذا، هو هذا المركز ديال التسجيل واعاده التسجيل. اول مره تسجلت في هذه الجامعه راه درت واحد التسجيل قبلي، كنكليكو حنا على الشريطات اللي هنايا الثلاثه، كنهبطوا للاختيار الثالث هذا. بالنسبه للطلاب الجداد كيكري واحد الكونت، بالنسبه للطلبه القدام اللي بغاو يديروا اعاده التسجيل كتكليك على هادي. مازال الخوت فاش كي تفتح معنا لاسيت على هاد الشكل كيطلبوا منا رقم المسار ديالنا او سي ان او والمود باس. اول مره كتكري ان كونت في هاد الجامعه كدير واحد المود باس، الا ما كنتيش عاقل عليه كتجي لهنا كدير مود باس اوبلي، كليك عليها. شو لا كونيكسيون ثقيلة عندي ولا السيت اللي عليه الضغط ما عرفتش، المهم غير صبروا معايا على ما يتفتح معنا لا سيت. المهم الخوت فاش كيتفتح لا سيت على هذا الشكل هنا كيقول لك رقم المسار ديالك ولا دات دو نيسونس. اون فوا كتعمر هذا المسار و سي ان او مسار او سي ان او وتاريخ الازدياد ديالك كيعطيك تاكد واحد المود باس وتعاود تكتبو، صافي كيف ولات كما تباس جديد. فاش كتسالي كدير الرجوع الى الصفحه السابقه. نرجع لك الصفحه الاولانيه اللي طلعت لينا اللي غنكتبوا رقم مسار وداك المود باس. داك المود باس اللي بغى يرجعو راه هي هذه الطريقه، كدير ترجع المود باس ديالك اللي كنتي عاقل عليه مزيان. هي هذه اخوتي الصفحه، ما كيقول لك واش بغيتي تراديكسيوني هاد لاسيت دير نو نو باس جامي تراديكسيوني سو سيت. انا هاد الرقم مسار والمود باس اللي كنت عاقل عليه ولا اللي رجعتي، غنكتب انا هاد المعلومات ديالي ورجعتكم يا الاخوان. غنحبس لا فيديو من بعد الاخوان. فاش كتبت رقم مسار ديالي او تاريخ او المود باس ديالي كتجي هنا كندير تسجيل الدخول كونيكسيون، كنتسنى واحد شويه على ما يتفتح معنا لاسيت على هاد الشكل كما تشوفوا معايا. المهم هو هذا لاسيت ديالنا. اول حاجه كنديروها حنايا اطلع لكم واحد لافونيت خياتي وك ان حسابك الاكاديمي لقد تم تفعيله، اجي لهنا تخرج من هذه الخانه. هذا الميساج بقى يطلع لنا بزاف د المرات. كنجيو هنايا كندير اختيار الشعبه، اول حاجه كنكليكيو على هذه، هنا كيعطيك السنه القديمه العام اللي فات. هنا الا بغيتي دير اعاده تسجيل كتكليكي عليها هذه، كليكي عليها هنا غيطلع لك الشعبه اللي داير هي هذه. هنا غيان سكريبسيون هذه الشعبه اللي كداير، كليكي عليها. كتجي هنا كدير اونجستري، غيصيفطك لواحد المرحلة تانية. في لا كونيكسيون خوتي عليه الضغط ولا ثقيل ما عرفتش، المهم يصبروا معايا. كيما قلت لكم داك الميساج يعاود يطلع مع يطلع، كتجي هنا كتخرج. الى رجعنا لهنا لاختيار الشعبه لقاو ديك غير سكيبس، وها هي كيما كتشوفوا معايا 2020 2021 هادي ما كانش. المهم حنا كنجيو كنعمروا هاد المعلومات المعطيات الشخصيه، هنا كتجي كتاكد من المعطيات الشخصيه ديالك، واش بدلتي شي حاجه، واش التليفون ديالك تبدل، واش المدينه اللي كنتي ساكن فيها بدلتيها. صافي فاش كتسالي كدير اونجستري، بغيتي تبدل التصويره راه تبدلها داك اللي كنتي عطيتيهم. اي حاجه تقدر تموديفيها هنايا هي هادي التصويره اخوتي، راه بغيتي تبدلوها الا ما عندناش اشكال. بلاتي يصيفطنا المرحلة أخرى اللي هي التغطية الصحية للطالب،
الكونيكسيون تقيله الخوت يسمحوا لنا صافي. المهم داك الميساج عاود يطلع لنا نديرو هنا نخرجو فيرمي هاد الميساج. كنجيو لثالث حاجه اللي هي التغطيه الصحيه. كنجي حتى هي كندير لها اونجي ترجع تاكد مثلا الا ولا عندك شي حساب بنكي الا كدير وي على هذا الشكل كتكتب النيميرو دو كونت بانكير الريب الريب ديال متكور من 24 الرقم ما عندكش حتى تخليها نو كتجي كتراجع هذا الشيء وكدير اونريجستري تاكيد نزل الخوص كما قلت لكم داك الميساج كيعاود يطلع كنخرجوا منه. بقى اخر حاجه اللي هي البكالوريا كتكليكي هنايا كتكليكي على الشعبه اللي كنتي داير في البكالوريا اللي هي اداب الاداب داير الاداب العلوم الانسانيه ماشي ليا لهاد السيده اللي كنسجل داير الاداب العلوم الانسانيه. هنا غيطلعوا لنا المعلومات ديال البكالوريا غنتسناو شويه خاصك ضروري تسنى كما شفتوا معايا هنا اش غدير تاكد من هذه المعلومات الا بغيتي تعمر هذا الشيء. هنا كيوك المدينه فين شديتي الباك الميزان والثانويه في قريتي لا حنا انا ما ديما ندير بهذا الشيء كنجي هنا كندير اوجيستري نيشان باش ندوز لاخر مرحله اللي هي تحميل التوصيل ديال اعاده التسجيل. ديك التوصيله الاخوان غتخلي عندك الا طلبوا لك كتديه للشؤون الطلابيه. المهم داك الميساج كيعاود يطلع نخرج منه على هذا الشكل كنجيو كندير امبريمي الروسي هادي كنكليك عليها هنا كيطلع لك الفيليير الشعبه غتخليها كما هي وتجي هنا دير امبريم غتسنى واحد شويه كيقول لك بور تيليشارجي هاد الفيشي خاصك تعطينا لوتوريزاسيون كتكليك على هاد التويشه الزرقاء كدير هنا اوتوريزي خذ الموافقه وكيبدا تيليشارجمون صافي. اون فوا تيليشارج تفتح معنا البي دي اف اللي هو التوصيل ديال لغيان سكريبسيو اعاده التسجيل كما كتشوفوا هو هذا التوصيل ديال اعاده التسجيل. وكنتمنى الفيديو يعجبكم وما تنساوش لايك الفيديو وشارك بالقناه الله يعاونكم.